اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، والى هذه النافذه التي تفتحها قناه اون لايف من هنا من مكتبه الاسكندريه، نطل من خلالها على ابرز المستجدات على الساحه المحليه والعربيه وايضا الدوليه. الى بكين حمل رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشروع تحالف جديد لباريس وللقاره العجوز مع ثاني اكبر اقتصاد في العالم. النقطه المقترحه لانطلاق هذا التحالف هي مشروع طرق الحرير الجديده، دره عهد الرئيس الصيني. وعليه فقد اختار ماكرون بدء زيارته من مدينه شيان نقطه انطلاق طريق الحرير التاريخيه. الرئيس الفرنسي يعتبر هذا التحالف ضروريا من أجل مستقبل العالم، وقال في خطابه إنه يأمل أن تكون فرنسا وأوروبا حاضرتين في الموعد الذي حددته الصين لإطلاق المشروع. الحذر الفرنسي من طريق الحرير والمخاوف من التطلعات التوسعية للصين دفع ماكرون إلى إرفاق أمنياته بتحذير من أن هذه الطرق لا يمكن أن تكون طرقا لهيمنة جديدة على الدول التي تعبرها هذه الطرق أو تعبرها هذه الطرق اقتصاد فرنسا المتعثر محور أساسي آخر على مائدة مباحثات. ماكرون في بكين التي ينظر إليها رئيس الفرنسي كسوق لا غنى عنه وكمورد استثمار قادر على تنشيط حركة الاقتصاد في بلاده. يغادر الرئيس الفرنسي بكين غدا، وقد وفى بوعده في خطابه الأول بأن يزور الصين مرة في السنة على الأقل بهدف بناء الثقة خطوة بخطوة. طريق الحرير الجديد كان محط الاهتمام الأول للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى بكين، آملا أن تعود حركة التجارة العالمية إلى سابق عهدها بين القارة الأوروبية وآسيا. السائرون إلى طريق الحرير كان في بدايتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة رسمية إلى الصين. زيارة ماكرون تعد الأولى لرئيس أوروبي إلى بكين بعد تعزيز سلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي. ماكرون استهل زيارته إلى مدينة شيان التي تعد نقطة بداية طريق الحرير القديم الذي ربط أوروبا بالصين، مبديا بذلك دعمه لمشروع طريق الحرير الجديد الذي تعتزم بكين تنفيذه عبر آسيا وأوروبا. أعتقد أن مبادرة إنشاء طريق الحرير الجديد يصب في مصلحتنا كفرنسيين وأوروبيين إذا قدمنا لأنفسنا كل وسائل العمل الجماعي، وفي النهاية فإن طريق الحرير القديم لم يكن صينيا فقط على حد علمي. التعاون الذي أبدته فرنسا يثير ارتياح القادة الصينيين لانسجامه مع مبادرة الحزام والطريق بحسب ما يعرف في الصين مشروع البنى التحتية الهائل الذي باشره الرئيس شي جين بينغ عام 2013، ويهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كانت تنقل عبره منتجات من الإمبراطورية إلى أوروبا. زيارة ماكرون تعد اقتصادية في المقام الأول، حيث يرافقه أكثر من 50 رئيس شركة يتطلعون إلى تحسين العلاقات الفرنسية الصينية. محللون اقتصاديون أكدوا أن اختيار ماكرون الصين أن تكون أول محطة له في آسيا يشير إلى رغبته في استمالة الصين لإعادة وصل العلاقات مع الإمبراطورية الأهم في القارة. الاقتصاد الفرنسي فتح الباب أمام الاستثمارات الصينية، حيث يأمل الرئيس الفرنسي في مزيد من الانفتاح من جانب الصين يساعد في تقليص العجز التجاري لباريس مع بكين والبالغ 30 مليار يورو أي 36 مليار دولار. وأمام أعضاء من مجتمع الأعمال الفرنسي والصيني في بكين، قال ماكرون إن لدى فرنسا نافذة للوصول إلى الأسواق غير المتوازنة، وإذا لم تتم معالجة هذا الأمر بروح المسؤولية سيكون رد الفعل الأول والطبيعي هو الإغلاق من الجانبين. مجموعة ضخمة من العقود على قائمة تطلعات ماكرون في اليوم الثاني من زيارته للصين، ومن بكين دعا الرئيس الفرنسي بلاده للتكيف مع التحدي الاقتصادي الذي تطرحه القوة الأسيوية العملاقة. يسعى الرئيس الفرنسي لتوقيع نحو 50 اتفاقا وعقدا، ولا سيما في مجالي النووي المدني والطيران. وفي أول تجسيد لهذه الطموحات تم توقيع مذكرة اتفاق تجاري بحضور الرئيسين، تقوم بموجبه شركة أريفا ببناء مركز لإعادة تدوير الوقود النووي المستخدم في الصين. وتم الإعلان خلال اللقاء على رفع الحظر الصيني عن لحوم البقر الفرنسية، كما اتفق البلدان على فتح فرع لمركز بومبيدو الفرنسي في شنغهاي.
في لفتة دبلوماسية غير مسبوقة في أعراف الرئاسة الفرنسية، قدم ماكرون هدية نادرة لنظيره الصيني جواد من جياد فرقة الفرسان بالحرس الجمهوري. ليخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عاداته من أجل استمالة الزعيم الصيني، وجاء اختيار هذه الهدية بعد أن أبدى الرئيس الصيني إعجابه بفرقة الفرسان التي رافقته خلال زيارته الأخيرة إلى باريس عام 2014. محاور عديدة إذن نناقشها بعد هذا الفاصل. هل ستنجح فرنسا في استمالة الصين وبناء تحالف قوي، وما الذي يمكن أن تقدمه في هذا السبيل؟ كيف سيواجه الرئيس الفرنسي التحفظات الفرنسية على طريق الحرير وتعارض المصالح الفرنسية مع بعض نقاط المشروع؟ إلى أي مدى يمكن أن تراهن بكين على أوروبا في مواجهة التجاذبات مع واشنطن؟ وهل يمثل طريق الحرير بادرة أمل لتنشيط التجارة العالمية أم يفتح الباب لمزيد من الهيمنة الاقتصادية الصينية؟ هل المبادرة الفرنسية فردية أم أنها تمثل ربما اتجاها أوروبيا كاملا؟ مشاهدينا فاصل بعده يبدأ هذا النقاش. أهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيفي الأستاذ جون ماهر من باريس المنضم إلينا عبر سكايب، هو رئيس منظمة الأفيد الفرنسية. سيد جون أهلا بحضرتك. إذن في ثلاثة أيام، قضية تغير المناخ، الإرهاب، أزمة سوريا، الأزمة بين الكوريتين، جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضا متابعة الاستثمارات الفرنسية في الصين. ما هي مكاسب الرئيس الفرنسي من هذه الزيارة، وكيف تتابع الأوساط الفرنسية لديكم هذه الزيارة؟ يعني جميع المحطات التلفزيونية والجرائد نتيجاهو لموند كلهم طبعا بيتكلموا على الدعوة اللي وصلته الرئيس ماكرون لزيارة الصين. وطبعا من الواضح جدا ان الرئيس ماكرون يعني بيدعو الصين لمشاركة في بناء طريق حرير جديد، فهو اول رسالة وداها للصينيين ان هو لا يمكن ان تكون في اتجاه واحد. يعني الصين بتستثمر قيمه رهيبه جدا، قيمه ماليه 1000 مليار دولار في حوالي 65 دوله، وطبعا عايزه بتشتغل طبعا لمصلحتها الكبرى. 65 دوله ده في العالم يعني مش قليل. وبالتالي الرساله اللي قدمها اللي عايز كان يوصلها رئيس ماكرون ان لازم يكون في تعاون ما بين فرنسا والصين، واعتقد ان البروتوكولات الاقتصاديه والتعاون ما بين البلدين والعقود اللي هي تمت الامضاء عليها امبارح والنهارده بتمثل طبعا نجاح كبير للرئيس ماكرون. ويمكن رسالة اتضحت قبل كل هذه العقود عندما زار الصين قبل سبعة أشهر أو بعد سبعة أشهر فقط من توليه مهام منصبه، والمعروف دبلوماسيا أن تبدأ زيارات بعد عام. أيضا عندما تحدث بالأمس قال بأنه سيزور الصين مرة في العام. بالضبط، هو قال هيزور الصين مع الأقل مرة كل سنة. وبعدين في كمان الاستراتيجية أو دبلوماسية الباندا الصينية، يعني الصين قدمت هدية للباندا في حديقة الحيوان لباريس، فطبعا ده كان يعني سيمبل أو سيمبل كويس من الصين تجاه فرنسا، لكن برضو الرمز يعني رمز من الصين تجاه فرنسا. لكن الرئيس برضو أعطى رمز يعني محترم جدا إن هو برضو أعطى جواد من الحرس الجمهوري كهدية للصين، ودي أول مرة تحصل يعني في التاريخ الفرنسي. فبيعتبر برضو يعني حركة كويسة من ماكرون، ودي حركتها من جهة استراتيجية ومحاولة منه ربما لتقوية العلاقة الشخصية مع الرئيس الصيني. بالضبط، وبالذات لأن الرئيس أعجب بالأحصنة بتاعت حرس الجمهوري الفرنسي. طيب إذن تحالف الوسع بين الاتحاد يعني الأوروبي و تفضل. لا كنت عايز أقول بس يعني إن المشروع الصيني مشروع يعني جبار رهيب، يعني طرق ومرافق وسكن حديد ومناطق صناعية، ويعني تشمل تقريبا حوالي 60% من سكان العالم، وحوالي ثلث إجمالي الناتج العالمي. مهم جدا ان الدول الاوروبيه بزعامه ممكن اقول بزعامه فرنسا يعني ان هي تدي رساله ان الصين لو عايزه تعمل حاجه زي كده طبعا مش هتعملها
على اساس ان هو البناء طريق حرير زي ما كان من 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 من, من سنين طويله، لكن بتعاون ما بين فرنسا والصين وتعاون ما بين طبعا الدول الاوروبيه والصين. وما ننساش كمان ان في حوالي 700 شركه صينيه بتعمل هنا داخل فرنسا، وفي حوالي برضو اكثر من 1500 شركه فرنسيه صغيرين طبعا بتعمل في الصين، وفي استثمارات مشتركه بتكلف تقريبا حاجز 3 مليار اورو. طيب من وجهة نظرك، هل الحديث عن طريق الحرير هو بادرة لتنشيط السياحة والتجارة العالمية بين الدول دول العالم أجمع، أم أنه ربما لمزيد من الهيمنة الصينية؟ هو الحقيقة في الاثنين، هو أساس طبعا الصين بتدور على مصلحتها. يعني ما بنشوف أن الطريق الحرير اللي هي بتعمله يعني هتوصل لروسيا، هتوصل لباكستان، لكن لما نشوف مثلا هي بتستثمر طريق ما بين جيبوتي في الصومال لأديس أبابا، طب ده على المدى الطويل يعني ليه تستثمره؟ يعني ده لسه النهاردة مش واصل دايركت على الصين، فواضح جدا ان هي ممكن يكون منها هيمنة عالمية، ودي حقها. يعني الصين تعتبر دلوقتي او هتوصل لتكون نمرة 2 اقتصاديا في العالم، وبالتالي ممكن بتستخدم كل القوى بتاعتها علشان تسيطر على الناحية الاقتصادية، جاي توصل نمبر 1 نمرة 1 بدل ما تبقى نمرة 2. وبالتالي دي زي ما نقول العالم الاوروبي يعني زي ما تقول بيصحوا وبيقولوا يعني ناخد بالنا ان لو الصين بتستثمر بهذه الاموال الطائلة لابد برضه ان يكون في توازن ما بين اللي هتعمله الصين واللي هتعمله الدول الاوروبيه، وطبعا اكيد امريكا برضه. جميل. طيب ونحن نتحدث عن الشق الاقتصادي وهو طاغي على هذه الزيارة، هل تنفع خبرة ماكرون الاقتصادية في التفاوض مع الصين في توقيع اتفاقيات؟ هو يأمل كما نعرف في توقيع حوالي 50 اتفاقية مع الجانب الصيني، طبعا مع الخلفية السائدة والمعروفة عن الصين بأنها صعبة بعض الشيء في التفاوض. أعتقد أن رئيس ماكرون الباك جراوند بتاعه يعني الأساس بتاعه هو كان وزير اقتصاد وكان بيشتغل في البنوك العالمية، فأعتقد إن هو من ناحية التشاور مع أي دول أعتقد إن هو قوي جدا في التشاور والمحاورة، وواضح جدا من الخطابات بتاعته إن هو من الخطابات دي أول حاجة، لكن من البروتوكولات والعقود اللي اتمضت، يعني إن هو يقول بالنسبة لل نيوكليير تريتمنت، بالنسبه للحوم، بالنسبه حتى للفن، يعني جاي رجع بحاجات اتمضت فرنسا فيها هتاخد الدور الاول. فاعتقد ان هو من ناحيه التحاور والمشاورات واضح جدا ان السفريه دي سفريه ناجحه بالنسبه للاقتصاد. اذا كلام حضرتك بيؤكد ربما انه قادر ايضا على إغراء الجانب الصيني ربما لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في فرنسا، كما نعلم بأن حجم الاستثمارات الصينية في فرنسا ليست على النحو المطلوب إذا ما قرنت بدول أخرى. فرنسا يعني الصين هي شريك اقتصادي نمرة 8 لفرنسا، تيجي بعد ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، الولايات المتحدة. الاستثمارات الصينية في فرنسا تعد رقم 8، لكن الاستثمارات الفرنسية طبعا لما بنقول في 1700 شركة فرنسية موجودة في الصين، في 700 شركة بس موجودة هنا في فرنسا، في صينية 700 شركة صينية فرنسا، لكن الـ من الناحية المادية طبعا الصين بتعتبر يعني كمية الاستثمارات بتاعها عالية جدا. فأنا أعتقد هيكون يعني التوازن الاقتصادي هتكون من في محطوطه في المرتبه الاولى علشان زي ما حضرتك بتقول ما تبقاش عمليه هيمنه ولكن تكون عمليه توازن، لان 1000 مليار دولار بتستثمرهم الصين في العالم دي تعتبر يعني قوه اقتصاديه رهيبه. طيب وهل من ضمن اسباب هذه الزياره الطفره الاقتصاديه التي قامت بها الصين في السوق الجزائري والذي كان معروف بانه سوق فرنسي في المقام الاول؟ طبعا، لان ال يعني الاتمضى على اساس الشركه الفرنسيه بتاعه
أريغا يعني هي الفرنسية أريفا سوري أريفا هي شركة فرنسية اللي أخذتها والصين وفرنسا مضوا عقد علشان بناء سنتر طبعا وهتعملها الشركة الفرنسية فده تعتبر نجاح رقم واحد يعني اللي ده مشروع طيب. كبير جدا وبالنسبة للشركة الفرنسية طبعا وهي متخصصة في القوة الدولية تعتبر نجاح عظيم جدا لماكرون. طيب سيد جون يعني إعادة إطلاق معركة المناخ هي دعوة وجهها الرئيس الفرنسي للصين، الصين كما نعلم بأنها أكثر الدول من حيث الانبعاثات المؤثرة على المناخ، يعني هي صحيح موجودة في الاتفاقية ولم تنسحب وأثنى الرئيس الفرنسي على ذلك، ولكنها إذا ما تحدثنا على أرض الواقع كيف يقوم أو يعد الرئيس الصيني الرئيس الفرنسي بأنه سيعمل على تفعيل هذه الاتفاقية في حين أنه لم يحضر ربما الاتفاقية التي حدثت قبل شهر التي ربما كانت بمرور عامين على اتفاقية المناخ؟ طبعا بننساش طبعا في اتفاقية المناخ اللي هي اتطلبت كانت في عهد اوباما الامريكي من الناحية الامريكية اتطلبت في عهد اوباما وفي عهد ترامب انسحبت وكانوا طبعا مشكلة وكانوا عايزين يشوفوا هل هيكملوا ولا مش هيكملوا وقبل ما يسافر ماكرون للصين كان بيشكر الصين لان الصين قالت ان هي هتكمل وقال بطريقة واضحة جدا ان لو ما كانتش الصين الصين قالت احنا هنفضل يعني في داخل هذا الاتفاق كان الاتفاق كله يعني وقع وما كانش من بره امريكا بره الصين لا يمكن كان الاتفاق هيكون موجود فهو كان بيشكر الصين ان هو بسبب عدم انسحابها في ممكن تطوير الطاقه اللي وصلت الصور وهو يعني ده حاطط البيئه وحاطط كمان مكافحة الإرهاب يعني لكن البيئة مكافحة الإرهاب والدعم كل ده يعتبر ده يعني اشتراك نعم سيد جون شكرا سيد جون ماهر رئيس منظمة الأفيد الفرنسية انضم إلينا أيضا مشاهدينا الكرام السيد لؤي أباظة الباحث بمركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية سيد لؤي أهلا بحضرتك إذن تحالف واسع بين الاتحاد الأوروبي والصين هذا ما دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ما الذي نفهمه من هذا التحالف وهل هو يعبر فقط عن وجهة نظر فرنسا ورأي فرنسا أم أن ربما دول التحالف تقف خلف فرنسا اهلا بحضرتك يا محمد بي اولا وبمشاهديك الكرام في الحقيقه لا مساله الدخول الفرنسي للصين هو مثابه بدايه لعهد جديد ما بين اوروبا والتنين الصيني الصين اثبتت بلا شك ان لها دور كبير في قياده العالم خاصه في ظل تراجع الدور الامريكي حاليا نحن نعيش مرحله جديده لانتهاء الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة لكن لا شك أن زيارة الرئيس الصيني التي تستمر لمدة 3 أيام بداية من الأمس اليوم هو اليوم الثاني على التوالي شاهدنا توقيع واحد من أهم المذكرات التفاهم بخصوص اتفاق تجاري أو مذكرة تفاهم تجاري لإنشاء مركز للتعاون النووي ما بين الصين وفرنسا من المفترض أن يكون هناك 50 اتفاق وعقد ما بين الولايات أو الصين عفوا وفرنسا مرحلة جديدة تدخلها الفترة القادمة ما بين أوروبا أو التعاون الأوروبي والصيني بقيادة فرنسا لا شك أن ده هيكون معيار تحول في الاتجاه الأوروبي تجاه الصين والدور المهم اللي هيلعبه طريق الحرير ما بين الربط او في الربط ما بين اوروبا واسيا وافريقيا ده ليه هيكون برضو هيشهد حديث ما بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملفات كتير ممكن نتكلم فيها خاصه ان فرنسا بتتبع نهج جديد في السياسه الخارجيه لديها بعد ما شهدت تدخلات أو انفتاح على السياسة في الشرق الأوسط هناك تحول أيضا إلى الاتجاه الأسيوي لا شك أن ده هيكون مسار تغير كبير في السياسات الأوروبية والصينية في الفترة القادمة
طيب، وأنت تتحدث عن ربما تغير في السياسات الأوروبية وتحديدا الفرنسية، هل لفت انتباهك أن هذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى الصين، لا يتحدث فيها عن الديمقراطية، لا يتحدث فيها عن حقوق الإنسان؟ هل يبدو يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مختلف عن ساركوزي أو أولون؟ لا شك أن المصلحة أو المعيار أو المبدأ الرئيسي القائم عليه العلاقات الدولية هو المصلحة. خلينا نكون بعيدين عن الشعارات والمثل التي ممكن تتبعها الدول في أوقات دون الأخرى. التنين الصيني أثبت دور وأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، ده بيتطلب أن كل كافة الدول تتجه إلى هذا العملاق الذي يهدد ربما الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تعتبر أن الصين المهدد الرئيسي لها حسب استراتيجية ترامب التي تم طرحها مؤخرا. لا شك أن كل هذه النقاط لها دور كبير في مسألة العلاقات الصينية بأوروبا وعدد كبير من دول العالم، دون الالتفات لمسألة حقوق الإنسان أو غيرها من التي كان ممكن الحديث عنها في فترات سابقة. لا شك أن المصالح تطغى على هذه العلاقات في أوقات ممكن التغاضي عن بعض المسائل في أوقات أخرى في سبيل مصالح اقتصادية، في سبيل مصالح عسكرية، في سبيل مصالح أكثر أهمية من وجهة نظر الدول في بعض الأحيان. طيب، ونحن نتحدث عن المصالح الاقتصادية، ربما أن يبدأ زيارته ربما الرئيس الفرنسي من شيان وهي بداية طريق الحرير، هل له مدلول؟ نعم، مدلول كما ذكرت في سؤال حضرتك السابق، أن العالم أو أوروبا تعرف وتعلم حجم وأهمية الصين. فرنسا تحديدا، إذا كنا نتكلم على العلاقات الفرنسية الصينية، هناك عجز في الميزان التجاري ما بين الصين وفرنسا لصالح طبعا الصين بقيم او يعني بقدر يتجاوز 30 مليار يورو لصالح الصين. كل هذا او كل هذه النقاط ترجع او نعتذر طبعا من كالضيق الوقت وعذرا للمقاطعه. سيد لؤي أباظة، الباحث بمركز القاهره للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك. كما نشكركم ايضا مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعه. غدا نلتقيكم ان شاء الله في نفس المكان وفي نفس الموعد.